اتفضل يا باشمهندس. طيب تمام. بسم الله. حضرتك سامعني؟ اتفضل. طيب تمام. بسم الله نبدأ إن شاء الله. أولا أنا باشمهندس محمد مصطفى، وشغال مستنشن في شركة سي اس اس، دي مختصة في المستنشن في كل المراحل بتاعته. أول حاجة بس ممكن اسم أو عنوان المحاضرة، ممكن الناس تحس انه اوفر، يعني ايه الكلام ده؟ بس هو الموضوع انت مش هتحس بيه قوي غير لما تستخدمه في مباني بسبانات كبيرة، من يعني مثلا نقول من 8 ل 16 متر كسبانات، فالموضوع هيبقى موفر جدا. وطبعا احنا شفنا في محاضرة قبل كده مع باشمهندس احمد اللي هنا برضو اتكلم عليها، انا يعني انا هكمل من بعده، انا مش هعيد اللي قاله. فشفنا الادفانتج والديس ادفانتج والحاجات اللي قالها، فان شاء الله انا في المحاضرتين دول يعني هنتكلم بايجاز كده عن السيكونس بتاع اي مشروع، من تصميم، من شوب دروينج وحصر، و السايت ووركينج والستريسنج والجراوتنج، يعني السيكونس اللي في معظم المشاريع. تمام. بس عايز اقول ان الموضوع اكيد كبير، مش هيخلص في محاضرتين. لذلك بقى يعني احنا من كل موضوع انا هتكلم عليه باختصار، بس بحيث ان احنا نفهم الدنيا فيه عامله ازاي. حضرتك عايز ديتيلز اكتر كماده علميه، ممكن تشوف ريفرنس كتير في البوست تنشن للناس جامده في المجال ودكاتره، فيبقى احسن مني طبعا بكتير. انا بس يعني في الحته العلميه انا هشرح الكونسبت والمبدا عشان نبقى فاهمين لو بنتعامل مع الادبت او مع الرام ايا كان او اي برنامج، يبقى فاهمين الكونسبت ماشي ازاي، لو في مشكله اعرف افكر في الحل بتاعها. جميل. اما من ناحيه التكنيكال، فلو حضرتك عايز تشوف بقى تفاصيل اكتر عن سيكونس مثلا ديزاين في الرام او الادابت، ففي ناس محترمه كتير على اليوتيوب، وانا كنت عامل على الادابت وفي المشروع البلاطه اللي احنا هنتكلم عليها دي بالتفاصيلها والمراحل بتاعتها. فاللي حابب يدور على المعلومه فهي موجوده، ولو عايز انت المعلومه فلازم تتعب ودهور عليها وهي متوفره. جميل. طيب نبدأ في الموضوع ان شاء الله. يعني في الفيديو ده عايزين نتكلم عن المين كونسبت بتاع البوست تنشن سلابس والادابت اللي هو السوفت وير اللي انا بستخدمه. مش اكيد مش هشرح طبعا، ده برنامج ولازم مواضيع كتير فيه، بس انا يعني هشرح ايه اللي بيخرج منه واحنا بنستخدمه ازاي، وايه التشيكس اللي بنعملها والكلام ده، والشوب دروينج اللي بيطلع منه، وايه هو اصلا شوب دروينج، وانا المفروض افهم ايه من اللوحه، ولما امسك لوحه بوست تنشن ابقى فاهم الدنيا ايه. جميل. الصوره دي اعتقد احنا شفناها قبل كده، بس عايز اراجع على كام حاجه. يعني احنا عرفنا الدكتات، وده الستراند اللي هيخش في الدكتات واللايف والديد والانكور والكاستات والويج. اعتقد ان باشمهندس احمد اتكلم عن الموضوع ده، بس انا حابب بس ايه اوري كم صوره من الواقع، وان شاء الله في المحاضره الجايه دي هيبقى معظمها اكتر في التنفيذ، وهنبقى جايبين فيديو لبلاطه شبه اللي احنا هنعملها دي، بلاطه متسلمه يعني كامله وكل حاجه خلصانه، هنتكلم في كل حاجه فيها. طيب ايه الصوره اللي قدامنا دي؟ ده شكل الدكت والستراند جواه، واخد محطوط على الكراسي اللي هي بتشكل لي المومنت بتاعي، وزي ما احنا شايفين شكل المومنت المنطقي اللي هو عالي عند العمود ونازل والكلام المنطقي. جميل. طيب ده شكل الكاست، شكل الانكور، شكل الويدج، شكل الدكت. طبعا انت حسب كل شركه ممكن تلاقي اختلافات في شكل مثلا الكاست، او اختلافات ايا كان الكرايتيريا، الاشكال،
بس ستيل يعني الكونسبت واحد، اختلافات بسيطة بس كأشكال أو كماتيريال. وده شكل الويدج وهي محطوطة، وتشد الكابل وتعلم الإلونجيشن. ده برضو شكل للديد واللايف. ليه ايه يبقى واخدين بس فكرة عقبال ما نشوف إن شاء الله قدام قدام ايه المحاضرة الجاية نشوف الفيديوهات بتاعت التنفيذ. طيب نبدأ بالفكرة العامة للبوست تنشن سلابس. هو الموضوع مبني على انك كمثال لو انت شايل كتب بطريقة تقليدية هتحس انها تقيلة معاك، عكس مثلا ما تشيلها من الجنب وانت ضغطها وحطيت عليها حتى حاجة عليها هتلاقي الدنيا ألذ وهتعرف تشيل. فهو نفس الكلام برضو هنا في البلاطة، انت شادد الكابلات فانت ضاغط، يعني انت بتشد الكابلات من بره فالبلاطه نفسها بتضغط بالشكل اللي احنا شايفينه. فايه الشكل اللي جوه بتاع الكابلات ده بيبقى بناء على المومنت طبعا. طب هو ليه بقى محطوط بناء على شكل المومنت؟ انت لو جبت مسطره وتنيتها لتحت هي تبقى عايزه ترد لفوق، جميل؟ فبناء عليه الابليفت بتاع الكابلات هيساعد معايا في تحمل الاحمال دي، زائد اصلا الكومبريشن اللي انا حاطه. ف يعني الكونسبت كله مبني انت بتعمل ايكويفالنت لود بالانسنج للبلاطه بتاعتي. فموضوع يعني سهل مش صعب. اللي كنا بنقول عليه الايكويفالنت لود هو الابلفت عايز يرد لفوق بالشكل ده، جميل. الناحيه الثانيه ايه الايكويفالنت فريم ميثود دي؟ هو اصلا طريقه التصميم عباره عن ايكويفالنت فريم ميثود. يعني انت في شريحه اللي هي بالشكل الاحمر ده والاعمده دي، فهي عامله لي كانها شكل فريم، والسبان بتاعه زي مثلا واخد نص سبان ده ونص سبان ده. ف الكونسبت بتاع الديزاين حتى في الادبت انت بتعمل حاجه اسمها سبورت لاين عند الاعمده عشان تمثل لي شكل الايكويفالنت فريم ده، وبناء عليه كل الديزاين حتى لما اجي انا بصمم على الشريحه دي وهنشوف ازاي، جميل. يعني ده بيبقى الديزاين ماشي ازاي. الفكره العامه اللي ببدا بيها دايما اي مساله هي الايكويفالنت لود وايكويشن المومنت العاديه جدا اللي هي المومنت ايكوال دبليو ال سكوير على 8. البي في الاكسنتريستي او الدلتا هي المومنت بتاعي. طيب جميل، ايه الكلام ده؟ الكلام ده قبل ما نخش فيه احنا عايزين نتكلم على مرحلتين. الصوره دي طبعا لكاميرا، هي يعني مبدا واحد ما اختلفش كتير. وانا عايز اقول برضو اللي دارس ماده الكباري الموضوع ما اختلفش كتير خالص عن الكلام ده، هو يعني يعتبر كل الكلام من ماده الكباري اللي درسناها. فاللي عنده خلفيه يعني الموضوع سهل، يعني اختلافات بسيطه وكريتيريا معينه وحاجات في الكود هنمشي عليها هنلاقي الدنيا سهله. طيب ايه المرحلتين دول؟ في مرحله اسمها ترانسفير لود وسيرفيس لود. ترانسفير دي اللي هي اول ما اشد الكابلات واعرف انا بشد بقوه ايه وقد ايه هنعرف. في حاجه اسمها بي جاكينج اللي هي الفورس اللي انا بشد بيه على طول. البي جاكينج اللي انا بشد بيها في المرحله دي بيبقى احمال الديد بس، انت البلاطه عندك مش متحمله بكل الاحمال اللي هي عندي اللايف والكلام ده. ففي المرحله دي يا دوبك مفيش غير الاحمال الديد وماكسيمم ريستريسنج بي جاكينج اللي انا شديت بيها. طيب في حاجه اسمها لوسز وميديات لوسز ولونج تيرم لوسز، والاثنين مع بعض بيعملوا التوتال لوسز بتاعتي، جميل. الميديات لوسز دي انا اول ما بشد بالبي جاكينج البي جاكينج بتتحول للبي انيشال. طب ليه تتحول للبي انيشال؟ لان في شات لوسز بتحصل من عمليه الشد. يعني حته الويدج لما يريح على الـ على الـ على الستراندات نفسها دي بيحصل فيها لوسز. عمليه مثلا الفريكشن بين الستراند والضغط جوه ده بيحصل فيها لوسز. يعني في كام لوسز ايميديت بيحصل بيخلي البي جاكينج تتحول لبي انيشال. وموضوع اللوسز ده كبير
وخدناها في كذا محاضرة ساعتها. فأنا مش بشرح بعيد تاني، اللي أنا مش بشرح التفاصيل، أنا بدي الفكرة العامة ماشية إزاي، وتقدر أنت أصلا يعني باللي أنا هشرحه تبقى فاهم الدنيا، وممكن تستخدم الأدبت وتصمم البلاطة بكل سهولة من غير ما تعرف التفاصيل دي. بس طبعا لما تعرفها ده أحسن ليك، يبقى عندك خلفية. جميل. طيب السيرفيس لود دي بيبقى البي افكتيف في النهاية خالص بكل اللوسز اللي حصلت، فدي البي اللي هي فاضلة عندي وكل الأحمال اللي عندي. لو لاحظنا توزيع الاستريسز اللي هي جاية من البي نفسها واللود أصلا اللي عندي والإكسنتريستي اللي هي موجودة، لو عملنا سميشن للستريسز دي يبقى الشكل الستريس عندي في الاخر في الكيس بتاع الترانسفير بالشكل ده. ويعني احنا شايفين يعتبر مفيش تنشن في السيرفيس. بقى احنا شايفين بعد ما حطيت الاحمال كلها، فالتنشن يا دوبك يعتبر حاجه صغنونه خالص. والارقام دي اصلا الكود حكمنا بيها، هنشوف المفروض كام ما عديش عنها، ما عدهاش يعني، عشان يبقى الموضوع سيف وزي الفل. طيب يعني ايه اصلا عيب التنشن؟ يعني احنا بنخاف من التنشن من في ايه؟ والتنشن كالعاده هو عدونا في موضوع الكراكس. وبناء عليه، بما ان اتكلمنا عن كراكس واتكلمنا عن اي انيرشيا جروس وافكتيف، فده هيسمع في الديفليكشن، لان العلاقه عكسيه بين الاي والديفليكشن. فما فيش كراكس والديفليكشن عندي قليل، فدول من اهم مميزاته، من اهمها وهتفرق معايا جدا حته الديفليكشن بالذات. جميل. طبعا في مرحله التيميت انا بتشيك الكباستي بتاع القطاع بتاعي، وليه ايكويشن مختلفه شويه دي في الاخر لما انا بستخدم حديد، وهتكلم عن نقطه الحديد دي والكود بتاعنا والكود الامريكي كمثال في حته الحديد بيعمل ايه. الستريسز اللي احنا بنتكلم عليها، الالاب بتاعي المسموح، هي القيم دي في حاله الترانسفير وفي حاله السيرفيس حسب الكيس بتاعتي. فانا بستخدم القيم دي، وهنشوف برضو في الادابت بنستخدمها ازاي. اف سي يو انيشال يعني اللي هو يعتبر 75% من الاف سي يو التيميت في المرحله اللي انا بشد فيها، يعني انا يعتبر بشد بعد 5 ايام يكون جابت 75%. ففي المرحله دي استخدمنا الاف سي يو انيشال، ولا وفي الفول سيرفيس بيبقى اف سي يو التيميت. فالقيم دي هي اللي بستخدمها في البرامج اللي بدخلها، وبناء عليه انا بعرف السكشن ده بتاعي مثلا سيف، عايز ازود كابلات ولا ما ازودش. السلايد دي فيها ايه؟ فيها الستراند بروبرتيز بتاعتي. والله في شركات او ناس او ايا كان بيستخدموا 13 بلي، في 15 بلي. ده بتتكلم في ماتيريال، والخصائص بتاعت الماتيريال دي هتفرق ايه معايا؟ يعني كمثال 15 احنا بنستخدمه اي اس تي ام، دي ال يعني اقول ايه الكاتيجوري بتاعت النوع ده اللي بنستخدمها، بتديني الالتيميت 1860 واليلد 670. طبعا احنا شايفين الارقام دي مقارنه بالحديد اضعاف قد ايه. حلو. والديامتر بتاعي والاريا، البروبرتيز بقى اللي هو بيقولها لنا يعني، والويت بير متر، لان الرقم ده هيفرق معانا قدام هنشوف نستخدمه في ايه. والالتيميت لود بتاع الستراند يستحمل قد ايه، والرقم ده افتكروه لانه هيفرق برضه معانا في حته الشد لما يجي نتكلم عليها. جميل جميل. يعني الصوره دي ممكن نقول لو عايز اجيب سيكنس مبدئي ابدا بيه المساله بتاعتي، ف يعني ممكن بناء على التوتال لود اللي عندي هقسم الاسبان من الناحيه الكبيره على الارقام دي، فهبدا بسكنس
المسألة بتاعتي. وطبعا يعني انت بخبراتك واستخدامك كتير هتعرف مثلا انت عايز سيكنس كذا، او في مثلا مشروع انت مجبر تستخدم سيكنس كذا، فانت بتشوف بقى كريتيريا معينة عشان تحقق السيكنس ده بكابلاتك بالدنيا، وعايز تستخدم كمرات يعني بنلعب في السيكونسي. طيب حلو، عايزين نشوف بقى اكزامبل للكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده. يعني دي مسألة صغيرة جدا بس بتأكد اللي احنا اتكلمنا فيه، ونبقى فهمنا الدنيا عاملة ازاي. لو احنا عايزين نتشيك مثلا من ستريب في الادابت، والله هي مش منطقية، طبعا هتشيك عليها مانيوال، فحتة لذيذة يعني وهتفرق معانا. الشكل اللي عندي بلاطة 9 في 8 اللي هي سبانات، وقايل لك الـ FV Ultimate والـ Yield في CU Initial في CU Ultimate والـ Total Losses كام والـ Capacity بتاعتي الـ Ultimate قد إيه. جميل، إحنا هناخد التسعة دي يعني هناخد عليها المثال بتاعنا هنحلها. أول حاجة السبان، هو هنا اختار قسم السبان اختار على 40 فطلع 22.5، فقال هناخد سيكنس 24 سنتي. جميل، حتى هنا قال لك احنا بنستخدم اللونجر سبان 9 مش 8، وجاب لك شكل الادابت بيبقى الايكوفلنت فريم بيبقى عامل ازاي عشان تبقى متخيل الدنيا فيه عامله ازاي، وسبورت لاين الشريحه بتاعتي الكونسبت اللي قلنا عليه. طيب الناحيه الثانيه حته الايكويفلنت لود، هي كالعاده اللي هيبدا بيها المساله. هنا انا هعمل بالانس لللود 70% سي، وانا يعني ممكن من 65 ل 80 بعمل بالانس لللود حسب انا عايز ايه، والله حسب الموديل اللي عندي وحسب حاجات كتير يعني، بس ده كمانيوال، ده كمانيوال. جميل جميل، هنزل تحت هنا هو حاسب ال W. ال W بتاعتي عارفين اللي هي الجام اوف سيكنس. جميل، بس انا عايزها اطلعها بير متر، فهضرب في ال L اللي هي 8 عشان اجيب ال W بالكيلو نيوتن بير متر ران. ضربنا عادي 0.7 في السيكنس في الجاما في السبان اللي هو 8، وجبنا ال W بتاعتنا. نرجع للايكويشن اللي هي بتاعت المومنت السيمبل دبليو ال سكوير على 8. معانا ايه هنا؟ انا عايز بي، حلو معايا كل حاجه، بس ايه الدلتا بقى؟ حسابات الدلتا، احنا بنتكلم على اول سبان. جميل، حته الدلتا هنا دي هنبص عليها. البلاطه عندي 24، فنص البلاطه هنا 12 سنتي. لو غالبا غالبا اللي بيحصل اللي هو من سنتر الكابل لحد صفه البلاطه اللي هو بطن البلاطه بتبقى المسافه حوالي من 5 5.5 سنتي. جميل، ونفس الكلام فوق، في الرينج ده يعني. فلو قلنا اللي نص البلاطه هنا 12 ونقصنا منها 5.5 فتبقى 6.5، يعني الدلتا واحد دي 6.5، والدلتا 2 6.5 برضو. فانا عايز المسافه من الكابل لحد الدوتد لاين ده، فهتبقى ال 6.5 6.5 على الاثنين، فطلعت الرقم ده. يعني هو مش شرط التعقيدات دي، احنا هنشوف ازاي في الادب بنعمل ايه، بس احنا يعني قلنا ده حاجه مبدئيه بنفهم بيها السيكونس عامله ازاي. جميل، احنا جبنا البي افكتيف بالرقم اللي احنا شايفينه ده. طيب في حاجه في الكود بتاعنا، الكود بتاعنا احنا ركز في اللي بقوله، مش الكود الامريكي، لانها بتفرق الكود بتاعنا عن الكود الامريكي. ال 0.9 في حاجه اسمها البري كومبريشن، بي على الاي. البري كومبريشن ده انا المفروض ما اقلش عن 0.9، لان عشان اضمن ان البلاطه كلها يعتبر تحت كومبريشن، واعتبارات بقى كتير هو كود قايل عليها بانشنج وحاجات كتير كده.
بس اعرف بس اللي احنا ما نقلش عن 0.9 لو شغالين بالكود المصري، عشان في جنسيات كتير مختلفة معانا فمش بيستخدموش الكود المصري، فخلي بالك من النقطة دي. الكود الأمريكي كانت 0.7، يعني أنا مش هتكلم عن الكود الأمريكي. أنا بس لو أنت عايز تعرف الدنيا التانية فنزل الكود الأمريكي، وموجود يعني، هو موجود الأرقام دي، معلومة مش صعبة يعني. ماشي جميل. في حاجة تانية الكود بتاعنا قايلها، إن المسافات بين الكابلات ما تزيدش عن 6 تي اس او 1.5، هي 6 تي اس وما تعديش 1.5، يعني التي اس ده اللي هو السكنس بتاع البلاطه بتاعي، وما تعديش 1.5 متر. طيب يا باشمهندس، والمينيمم؟ والله هو ما ذكرش المينيمم، بس احنا يعني ممكن نقول مينيمم ده حسب التنفيذ وحسب الكابلات ما تكونش لازقه في بعضها وممكن تعمل لي مشكله. فسي مثلا المينيمم بتاعنا بنلعب في 0.4، يعني بتختلف بقى من مكان للتاني. فبس الكود ما ذكرش المينيمم، هو حته الماكسيم. وبرضه ارجع اقول في الكود الامريكي القيمه دي مختلفه، كانت 8 تي اس. فيعني في حاجات مش ثابته، يعني الكونسبت ثابت بس في ارقام الالابلز والحاجات دي مش ثابته. الاستريسز نفس الكلام، الكود الامريكي كام تانيه بس نفس المبدا. جميل جميل. وفي حاجات لما تيجي يعني لما تيجي سيرتها كده زي الحاجات دي انا هقولها يعني. طيب نرجع للافريج ستريس بتاعي اللي هو البي على ايه اللي انا عايز احققه. فانا جبت البي جميل، احولها لنيوتن فاضرب في 1000 وعلى الاريا بتاعتي اللي هو السكنس في 8، فوالله انا تمام واكبر من البوينت 9. حلو. طب عايز اجيب بقى، انا عايز كام ستراند، وكام ستراند ده يعني اترجمه لكام تندون. ف عندي البي على الار، يعني البي على التوتال لوسز دي اللي بتديني البي جاكينج. يعني انا عندي البي جاكينج على ايه، 0.75 في البي التمت. ايه بقى القيم دي؟ احنا بنشد ب 75% من الالتيميت. جميل. خلي بالك ال 75% دي في الكود الامريكي بتختلف، فاحنا في كودنا احنا بنشد ب 75%، وهنشوف في حالات ايه ممكن اشد ب 80% الكود بيسمح لنا بالموضوع ده، بس هنشوفها في المحاضره الجايه. طيب يبقى البي اللي انا حسبتها على لوسز والحسبه اللي هو 0.75 75% من الالتيميت. فهجيب ستراند، يعني الموضوع سهل، نفس اليونت للستراند الواحد، فعرفت انا عايز كام ستراند. وبناء عليه يعني سي 19 ستراند، وانا لو استخدمت تندون ب 3 ستراند فيعني هنقول اللي احنا عايزين 7 دكت او 7 تندون. وهنا قايل لك والله 8 متر على 7، يعني المسافه اولى تبقى فرنش 1.15، وال 6 تي اس بتاعتي 1.44، فكده كده انا اقل من القيمه دي فتمام. في اللي بيحصل في التصميم ابسط من كده، يعني هنشوف ايه اللي احنا بنعمله في الادبت. وانا الادبت انا بتكلم عليه كمثال، في ناس كتير بتحب رام، يعني في كذا حاجه، انا ما بحكمكش، انا بس بديك كل الجنرال ايديا، وانت يعني بتطبق بقى الكلام ده على حسب السوفت وير اللي يريحك، بس تبقى فاهم الدنيا وايه الارقام دي وجايه منين. طيب جميل. في الصوره دي انا يعني حبيت بس اوضح ان احنا الاستطالات بتاعتي او الالونجيشن لما اجي اشد الكابلات بتبقى، لو انا عايز يعني احدد قيمه مبدئيه كده مثلا فاحددها ازاي، يعني لما اجي اشد الكابل هيطلع استطالته مثلا رقم معين، فممكن العب في الرينج ده اكون انا مثلا عارف هيطلع في حدود قد ايه. لو قلنا اللوسز 10% وانا هشد ب 75 هبقى ده ستريس بقى مش فورس، فطلع القيمه دي. القيمه دي بعد اللوسز هتبقى 1255 ام بي اي.
هقسمها على الاي بتاعتي. فجبت السترين جميل. الانجيشن لكل متر هو القيمه دي 6.4 مللي. كل ده حاجه مبدئيه ومش دقيقه. جميل. احنا انا بقول طريقه مبدئيه. طيب السته قلنا مللي للمتر، يعني لو عندي سبان 30 متر، كابل 30 متر، فيبقى عارف مثلا انه فرنج 180 استطالته 180 مللي كده يعني. ولو هو لايف ديد او لايف يعني حسب الدنيا عندي ايه. بس المعلومه دي يعني مش تفرق معاك في حاجه، بس انا بقولها لك عشان تبقى فاهم برضو كل حاجه. وارجع اكد تاني ان تفاصيل الديزاين والادبت هتلاقيها في الفيديوهات لو حابب. اليوتيوب انا منزلها، وكان المشروع بلاطه ده وفي مشروع تاني، فلو حابب تعرف وتدرس اكتر فاليوتيوب موجود. طيب قبل ما اخش على الادبت عايز بس نعمل صلاب كده ونراجع ايه اللي حصل. احنا عرفنا الكونسبت بتاعي اللي هو الايكويفالنت لود، اللود بالانسنج، الايكويفالنت فريم. والله الكابل ده عايز يرد لفوق فهو بيشيل الحمل اللي هو عايز ينزل لتحت، فهعرف اشيل والضغط معايا والكيسز بتاعتي، الحالات والمراحل في التصميم، والستريسز اللي انا المفروض ما عديهاش، البروبرتيز بتاعت الستراند حسب انا هستخدم ايه، شركتي هتستخدم ايه، شركتك هتستخدم ايه، سيكنس مبدئي ابدا بيه. وعرفنا جبنا مساله، عرفنا لو عايز مثلا في شريحه ما قدامي انا عايز اتاكد هل الادب مخرف، هل الارقام واقعيه، فعرفت الدنيا عامله ازاي وحساباتها بسيطه بس التزم بالاولز الكود. جميل. طيب حته الادب عشان بس في ناس بتموت اي فيرجن جديد من اي برنامج بتحبه على طول وننزله يلا. بس انا عايز اقول بس انا اكيد ما استخدمتش كل الفيرجنز، بس استخدمت 15 و16 و9 اللي انا مكمل فيه. عارف ان في 18 وفي مميزات، وكل فيرجن فيه مميزات اكيد، بس اكيد اكيد برضو ان اقدم فيرجن ده بيبقى يعني الى حد ما ستيبل في ارقامه، ستيبل في الكراسي، ستيبل في حاجات هنشوف يعني الكلام ده. بس يعني 2009 مميزات اللي انا بحبها غير ارقام والكلام ده، ان الفتحات لو انا عندي سبب فيه فتحات كتير ففي حاجه اسمها سبليتر لازم اعملها، لازم يعني مش في التسعه ده، في اي فيرجن تاني لازم اعمل السبليترز دي عشان ما ياخدليش السكاشن جوه الفتحه. فالتسعه باي ديفولت هو اصلا عامل الكلام ده، فمش محتاج احط سبليتر. هنقول ايه سبليتر ده وايه فائدته، بس كده بحطه للقمر ولما نفتح الادبت هنشوف. جميل جميل. طيب البلاطه ما تقلقوش، هنفتح الكاد ونشوف، بس اكيد مش واضحه ده بس شكل عام ليها. انا بس حبيت قبل ما ابدا فيها نتكلم في نقطه السعر، وده يعني حاجه تقريبيه جدا يعني مش دقيقه بالمره عشان بس ما حدش يتكلم يقول لي ايه يا باشمهندس الحاجات دي. الاريا بتاعت بلاطتي 1100 متر سكوير. جميل. طيب انا لو استخدمت بي تي فانا هستخدم 26 سنتي، ده سيكنس بتاعي. ولو استخدمتها ار سي بالاحمال وبالاسبانات دي فسي اللي احنا نستخدم 35 سنتي، فالفوليوم في البي تي هيبقى الرقم ده، وفي الار سي هيبقى بالرقم ده. والاسعار دي حاجه مصريه، قيس بقى عندك انت في بلدك الموضوع، وطبعا هيبقى الكونسبت واحد. فلو قلنا 1000 المتر مكعب فهيطلع لي الارقام اللي احنا شايفينها. نفس الكلام للستيل، لو قلنا حاجه مبدئيه للسقف ده لو حديد عادي احنا بنلعب في 55 طن، لو قلنا مثلا شيء 150 كيلو للمتر المكعب. وفي البي تي انا بستخدم حديد، ده طبقا للكود المصري، الشبكه
العلوية والسفلية والإضافي عند الأعمدة. فهنقول مثلا سي هيطلع في رينج 15 تن، وبيبقى الفرق الحديد بين هنا لهنا يعتبر ممكن نقول 75%، بس كده كده بستخدم حديد. الكولد الأمريكي موضوع مختلف، ما بستخدمش شبكة علوية. فبس لما تيجي اختلافات أنا هقولها يعني. طيب السقف بتاعي ده ياخد له فرنش 4 ل 6 طن حسب الأحمال وحسب اريا طبعا، بس يعني في حدود الاريا دي. فهي 4 طن، ونقول افريج الطن بتاعي بتركيباته كله مثلا 48,000 او من 45 ل 50 كده يعني، في الحدود دي. ففي الاخر الحسبه كتوتال واضحه قدامنا، ويعتبر انا موفر 30% من التكلفه، وده يعني كلام ناس كبيره وناس عملت دراسات قبل كده في الموضوع وطبقت وعملت تسعير، وبنلعب في الرينج بتاع 30%. فانت في ايدك توفر كميه محترمه للسبانات الكبيره. اكيد اكيد طبعا البوست تنشن مش مفيش حاجه ليها مميزات، بس انا بتكلم عن مميزاته في الاسبانات الكبيره دي اللي هتحسها. طيب جميل، احنا عايزين نروح للكاد والادبت ونرجع تاني هنا. ده شكل البلاطة بتاعتي جاي لنا كده والله، وعايز أصمم البلاطة. وادي قدامنا إسبانات بتاعتي قد إيه، شغل اللاب بس بطيء شوية مع الريكوردينج. يعني فرنج 8.5 متر. حلو والله. أنا خلاص البلاطة قدامي، عايز أعمل موديل وادي الأدبت. فهعمل تي اكس اف، اكيد كلنا عارفين تي اكس اف اللي هو بس يعني عندي الاريا بعملها بولي لاين، اعمدها بولي لاين، فتحات حمامات كده. يعني بحاول الاليمنتس دي ل اعمدها زي ما قلنا بولي لاين وكمر خطوط او ايا كان، بحيث اعرف جوه في الادبت اعرف ايه احول الكلام ده بسهوله. وهنشوف ازاي. مش شرط تعمل الخطوه دي، انت ممكن ترسم من جوه في الاداه بتاع السبب دي كل الاوبشنز اللي بتبقى موجوده، وحضرتك اعمل اللي تحبه. وبرده من ضمن الاوبشنز دي انت ممكن ترسم الكابلات هنا بحيث تمشي عليها في الاداه وتبقى اسهل يعني. فعملنا دي اكس اف جميل، وعايزين نفتح الاداه. جميل، نفتح الاداه. طيب عشان نبقى متفقين، اللي انا الادبت عشان تتعلمه عايز شويه وقت، مش كتير خالص، بس انا مش هعرف في مره او ربع ساعه او ايا كان ان انا اعلمك كل حاجه فيه. بس انا هتكلم عن النقط الرئيسيه فيه، وهفتح البلاطه اللي معموله وهنتكلم فيها زي ما قلت. وباكد تاني، عايز تفاصيل اكتر هتلاقي على اليوتيوب التفاصيل دي. الادب 9 و15 و16 انترفيس ما اختلفش، 18 انترفيس اختلف شويه بس ستيل نفس الايكونز يعني، ما فيش فروق كتير. بس طبعا في كل فيرجن بيبقى في حاجات اتحسنت، في حاجات اختلفت. التندون طبعا كل ما يعني 2018 بقت احسن كتير واسهل، حتى في الكيرفت كملت الكيرفت. الموضوع حلو بتاع الكيرفت ده. ماشي جميل. كأي برنامج انت بتفتحه فانت بتعرف ايه الكرايتيريا دي. والله الكرايتيريا بتاعتي الكود الالاوبل ستريسز اللي انا بحطها، هدي القيم اللي احنا اتكلمنا فيها. بس خلي بالك اللي هي اف سي برايم مش اف سي يو. جميل، خلي بالك من النقطه دي، فتلاقي الارقام مختلفه. فالفيديو بتاع الفيديوهات اللي انا عاملها هتلاقي فيه تفاصيل بقى يعني. بس بوريك في حاجات بتتعرف كرايتيريا في الماتيريال لكل حاجه، في الكومباينيشن اللي انا استخدمها.
جميل جميل. فكان بداية أي موديل، فأنت بتعرف الحاجات الجميلة دي وتبدأ. والله أنت عايز تعمل عايز تجيب دي اكس اف وتشتغل عليه، فهتجيبه عادي. عايز ترسم أنت من الأول فارسم. أنا هجيب الموديل بتاعنا هنتكلم عليه عشان ما نضيعش وقت ونستفيد. حلو حلو، في كم حاجه كده هتكلم فيها. انت لما جبت دي اكس اف فجأة بشكل الخطوط اللي احنا شفناها في الكاد، انا همسك كل element واحوله، يعني شايف هنا ترانسفورم سلاب ريجن. جميل. انا يعني حته الوقت دي هي اللي حكمانه، ف يعني ما تقلقش ما تقلقش، يعني انت مش بتتكربط ولا حاجه. بشرح يا جنرال، وزي ما قلت لك هتلاقي تفصيل فيه. البرنامج سهل، البرنامج سهل. عايز اجيب 3 دي بس عشان نشوف الشكل اللي احنا عملناه. ده البلاطه، السكنس بتاعي، الأعمدة، العمود كام في كام، والبروبرتيز. ده حمام هتلاقيه متهبط واللوكيشن مختلف، تهبيطة. كمر، كمر بتاعي كام في كام، وشير شيرول أو الكور بتاعي. ده بيبقى شكله. وفي في يعني اوبشن سحري هنا، انا شايف انه سحري، حته سكشن كت، عشان في كتير 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 من ضمن غلطات الموديل ان يبقى في حاجه غلط مرسومه او حاجه مش منطقيه. فلو خدنا سكشن عايزين نتاكد ان كل حاجه مظبوطه. فيعني الشكل منطقي، ادي الفتحات بتاعتي، ادي الكور. جميل. ففي الدنيا منطقية يعني. ماشي ناخد واحد كمان بس عند أعمدة. جميل جميل ماشي. هو الديفولت بتاع الأعمدة بيرسمها 3 متر، انت لو اديتها 1000 كمان فانت خليتها 4 متر. حلو الكلام. حلو. طيب التفاصيل بقى بتاعت الرسم والكلام ده هي سهله جدا. انت بترسم يعتبر كل لير مع بعضها في زرار واحد. من يعني اللير دي هتبقى عندك، والله هتفتح سيلكت باي لاير، تفتح اللاير اللي انت جايبها ومسميها، وتعلم عليها كلها، وهتدوس على ترانسفورم للحاجه اللي هي عندك بقى. جميل جميل. ما تقلقوش يعني الرسم، لما تيجي تعمل الموديل دي اكس اف وتيجي اوبشن الرسم ده سهل جدا جدا، مفيش حاجه. طيب يلا يا عم خش في الموضوع. حاضر. ايه بقى اهم حاجه عندي؟ حته السبليتر او السبورت لاين، قصدي سبورت لاين اللي احنا قلنا عليها. شايفين طبعا سبورت لاين بتتوزع باشكال مختلفه حسب اللي انت شايفه او نظرتك، او ممكن يبقى مايل ايا كان ايه. بس عشان احقق الايكويفالنت فريم واعرف اصمم اصلا، وشكل الستريبس بتاعتي تبقى الشكل الجميل ده. وانت بتشوف حسب ايه يعني، حسب الشكل بتاعك مظبوط من الستريبايه دي. طبعا الفتحات هنا ما خدهاش الاتجاه التاني، نفس الكلام. في حاجة جميلة اسمها السبليتر. يا عم عرفتنا ايه السبليتر دي؟ حاضر. السبليتر دي اللي بشكل بيها الكابلات بتاعتي زي ما انا عايز. عايز السكشن يقف هنا، عايز اكمل. خلي بالك ان الكامر في الادب الستيبتس بتاعته كبيرة فبيسحب كتير، فلو ما عملتش سبليتر عنده ممكن ما تسيبش المنطقه دي، ومهما زود كابلات فهي مش مسيبها. فبعمل له
السبليتر دي عشان ما ياخدليش سيكشن عنده. مش طلاسم، لا الموضوع سهل. جميل، دي فايده السبليتر وفايده السبورت لاين. يعني انا اقول الحاجه المهمه، فايدتها بتعمل ايه وبنعملها ازاي. يعني نعملها ازاي؟ هقول لك الاوبشن بيتعمل ازاي، بس يعني مش انا يعني مش هنتعمق فيها عشان نعرف نكمل. طيب create support line هنعملها هنا عشان ما يزعلش. لا خلاص سيبك من الحته دي. هو عامة من هنا عشان الدنيا ما تبص وناخد وقت فيها تاني ونقعد دران. فالحاجة اللي عايزين نقولها ما تضيعش مننا، بس التفاصيل يعني المرة الرابعة، أنا عارف أنتوا زهقتوا، هتلاقوها في اليوتيوب. طيب السبورت لاين من هنا، السبليتر من هنا، كل واحدة اتجاهها وأهميتها إيه قلنا. طيب يعني بعد ما بجيب الموديل وأرسم بحط السبورت لاين والسبليتر، دي أهم حاجة وأول خطوة. طيب جميل، بحط شبكة الحديد بتاعتي، ده طبقا للكود بتاعنا. هتحط الشبكة بتاعتك، هتعلم الموديل شكله متضايق، ماشي، هتعلم على البلاطة و create mesh reinforcement wizard. هتحط الحديد top والbottom، عايز 10، احنا عارفين لما بنحط الديفولت 10 كله 300. هتحط التوب والبوتوم بتاعتك، وعايز تحط الاحمال. فلو احمال هتحطها من هنا باتش لود ويزرد، يقول لك الديد قد ايه، اللايف قد ايه. وتعالوا نشوف شكل الاحمال كده. جميل جميل. يعني في حاجات كده لازم تبقى واخد بالك منها، لان انت تعمل تشيك على اي موديل لازم تاخد بالك ان اللود مش معمول له تابليكيت. حته السكشن كات دي، اني انا راسم صح اصلا، يعني ممكن يكون العمود ده مش واصل بالبلاطه وحته مش مسيبه وعمال تزود ومفيش، فاهم؟ فتفتح 3 دي تاخد سكاشن، تفتح الفرونت فيو تشوف هل لوكيشن الحاجه انت راسمها غلط، السكشن معمول غلط، وحاجه المهمه الكابلات البروفايل بتاعها زي ما هنشوف. طيب يبقى احنا بنحط اللود وبنحط المش بتاعت الحديد، وفي طبعا انا بعمل المش جنريشن بتاعتي اللي تعمل لي ديزاين اصلا فاينايت اليمنت موديل. حلو. طيب نخش بالكابلات، يعني احنا اعتبر مسكنا اهم حاجه واتكلمنا فيها. الكابلات اخر حاجه قبل ما تعمل رن. لو قلنا كابلات اكس، انا بس هنا ظاهر الكراسي، مش عايزين نظهرها. حاضر، ادي الكابلات بتاعتي. انت بترسم الكابلات ازاي؟ تعالى لو دوسنا على كابل، والله شايف الاريا اللي اتكلمنا فيها عليها والديامتر اللي اتكلمنا عليه وعدد السلندات اللي انا عايزه. عايز تستخدم 2 3 4 5، والله حسب شركتك، حسب الديزاين بتاعك، انت حر. والستريسنج ديد لايف لايف ديد لايف لايف 75% بشد بيها، يعني حاجات اللي بعرف. سيبك من اللوكيشن دي، اهم حاجه شايف شكل البروفايل اللي احنا بنتكلم فيه. ال 5 سم دي، ده من السنتر بتاع الكبد لحد بطن البلاطه، يعني الكراسي الفعليه هتبقى 4 سم، لان الكرسي اخره لحد بطن الكبد. اهم حاجه اعتقد فاهم، يعني هتشوف في التصميم، في الديزاين. ديزاين ايه؟ في التنفيذ المره الجايه الكلام ده ايه. احنا شفنا الصوره برضو في الاول الدنيا ماشيه ازاي فيه. حلو جميل جميل.
طيب احنا الكابل اللي احنا فتحناه ده، انت شايف الكابل من هنا نهايته ايه؟ بعد العمود في حته كانتليفر، فاحنا عاملين الكانتليفر ده. يعني خلي بالك الحاجات دي بقى بتفرق، ان ممكن حته ما تسيفش لانك عامل بروفايل غلط، وده اللي بيحصل كتير. يعني انا فاكر ياما مثلا بلاطه عمال ازود فيه ايه وعدي الريت. خلي بالك اللي بيحكمنا الريت الكابلات بتاعتي للبر متر سكوير او متر كيوب، سواء احنا دايما متر سكوير. بنلعب في رينج من 5 6 كتير، ويعني لو زادت يبقى اوفر، يبقى في حاجه غلط، او انت مش هتوفر في حاجه، فانت ممكن عمال تزود. فانت ايه يعني، حس في ايه كده. يعني انا قلت لك على السيكونس اللي تشيك بيها انت غلط ولا صح، وتعرف عيب من الموديل من الحاجات اللي قلتها، حتى تمسك لك الاستريبايه دي، والله الاريا كذا واستخدمت كابلات كذا. يعني المساله اللي احنا المانيوال اللي عملناها، فهتطبق الكلام ده وتعرف طب في ايه. طب تمام، كمانيوال صح، يبقى اكيد الغلط هنا. والله شفت الرسم بتاعي صح، الموديلنج طيب، وكل حاجه في مكانها ومظبوطه، يبقى ايه؟ ممكن يبقى المشكله في الكابلات. يبقى انت حاطط في دماغك كل المشاكل وكل الحلول المقابله ليها. جميل جميل. طيب هترسم الكابلات في اكس وهترسم الكابلات في واي بالشكل اللي احنا عملناه، وتبقى للمومنت. والله عمودين قريبين، حيطه، فانت عارف طبعا النيجاتيف والبوزيتيف مومنت والكلام ده اللي هيتحكم معايا. يعني انت حتى لما تيجي تبقى ماسك لوحه وشايف كابل محطوط في الواقع، يعني تبقى فاهم هل الكابل ده صح اصلا ولا غلط، ورسم المومنت في دماغك. جميل 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 جميل. طيب عايز اقول حاجه برضو، انك هتبدا الكابلات انت هتستخدم 1.5، يعني حسب. اهم حاجه ان انت اقل من 1.5 ما زدتش عنها ومحقق 6 تي اس. عايز تستخدم 1.5 وتريح دماغك، عايز مثلا بين كل كابلين لو مش مسيف تزود واحد تبقى 0.75، مش هتفرق يعني، ده يرجع ليك. دي بقى التفاصيل بقى اللي بتكلم فيها، لو انت عايز تعرفها. في اماكن ما فيهاش كابلات عادي هتحط حديد، وهنشوف ده هيأثر معايا في ايه كموديل. جميل. طيب يعني دي الحاجات الرئيسيه بتاعتي، ما اتكلمتش في تفاصيل خالص خالص خالص. ده الحاجات الرئيسيه اللي انا عايز اقولها. جميل ماشي. بعد ما خلصت الموديلنج والسبليتر والسبورت لاين واللود وكل حاجه، واتاكدت كله تمام وعملت الكابلات بتاعتي والبروفايل ظبطته وفي كل اتجاه، فهيجي دلوقتي اللي انا هعمل انالايز وديزاين. حلو حلو، تعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل. ده الكابلات الاتجاهين مع بعضها، ما تقلقش، في اتجاه بيبقى اعلى من اتجاه، يعني هتلاقي الكابلات متداخله مع بعض. لما تشوف في التنفيذ هتلاقي الموضوع ده، يعني الكابل مثلا معدي فوق كابل والكابل معدي من تحت كابل، فعادي يعني الكلام ده 3 دي، ما تقلقش مش كله داخل في بعض. هنربط الموضوع اكتر لما تشوف التنفيذ. جميل. طيب عايزين نخفي بقى الكابلات دي ونشوف ايه حته الاستريسز دي. في الفيرجن بتاع 2009 هتلاقي الموضوع باين لك بالشكل ده، لو فتحنا المنظره الحمراء الجميله دي. فالستريسز توب وبوتوم اوكي وخضراء. طيب انت اوقات بقى كتير هتلاقي مثلا الحته دي مش مسيبها، هتلاقيها لونها بينك كده او حمراء، ده يبقى شكل اللي هي مش مسيبها. جميل. فتمسك الاكس والواي وتشوف، والله بقى الاستريبا دي مش مسيبها، فاشوف الكابلات بتاعت الاستريبا دي اروح ازود. ده لو كله تمام، يعني لو كله تمام قصدي كتشيكاتك تمام والحاجات منطقيه، فانت حته مش مسيبها فعايز تسيبها، فهتزود عدد ستراند او تزود اصلا كابل من عندك. ده الكرايتيريا اللي بتحصل في الادابت عامه. تمام، عشان الادابت مريح شويه.
يلا اعمل ادت واللاب مرهق معلش. عامة يبقى الاستريسز احنا بنشوف الاتجاهين ونشوف الحتة اللي مش بسيبها واروح اسيبها، وكامل الاستريسز احنا شفناها. حلو الكلام، عايزين الحمد لله خلص. ده بالنسبة للإكس والواي. طيب لو رجعنا هنا، انت عايز تخلص التشيك ستريسز بتاعتك، تمام، عايز تعمل تشيك ديفليكشن. ايه تشيك ديفليكشن؟ فين النظارة؟ الديفليكشن بتاعي اوكي تمام. في حاجة هي سراب بس يستحمل اللاب وما ينفجرش في وشنا. لازم نعمل انلايز تاني. طب عامة هو هنشوف يعني في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب هي فيها تفاصيلها، بتشوف الديفليكشن شكله ايه واكبر ديفليكشن كام، وهتقارنه بالالاوبل بتاعي اللي هو 200 على 250 او 450 للكانتليفر. فالموضوع سهل، هو الديفليكشن بتاعي سيف. حلو. طيب والله في حاجه برضو عايزين نعملها. انا دلوقتي مش عمال ازود ومش عارف وكل حاجه صح. طيب انا هفتح شكل المومنت بتاعي. والله شكل المومنت هنا كابل الدياله واطي وعالي. هل انا رسم كده في البروفايل ولا لا؟ يعني احنا شفنا تقريبا كل الحلول اللي ممكن نعملها، ودي اهم حاجه، وده الهدف من الفيديو من المحاضره يعني. تمام. دي برضو طريقه انت تعرف انت هل اصلا البروفايل صح ولا لا، او ممكن تكون عيب في البروفايل فتقلل او تزود ارتفاع كراسي وهكذا. يبقى انت عملت تشيك ديفليكشن تشيك ستريسز. حته الحديد بقى اللي الكود بتاعنا بيقول عليها اللي احنا ترجمناها في الشبكه. حلو. في برضو من هنا انت بتعمل جنريت بار دروينج اللي هو بيقول لك الاماكن اللي هي محتاجه حديد. طبعا في حته مش حاطين فيها اصلا كابلات، فطبيعي هيطلع فيها حديد. وحته البي على ايه في البرنامج بقى اللي كنت بتكلم فيها. طب منطقي طبعا الحتت دي تبقى بينك لان مفيش كابلات. جميل. بس في حديد هحطه. حتت زي دي بقى انا محتاج مثلا ازود فيها كابلات. طب انا زودت كابلات اكتر، طبعا هي كابلات سيف ستريسز وكله، بس مش سيف البي على الاي، فهزود. بس طب في حاجه بقى انا حسيت ان التزويد ده على الفاضي. طب حلو قوي، الشريحه بتاعتي هطبق عليها اللي احنا عملناه واشوف البي على الاي المانيوال طلع كام. والله مظبوطه، يبقى خلاص. هو اوقات الادب ما بيظبطهاش، واوقات احنا محتاجين نزود حتى لو الاستريس سيف. طيب جميل قوي كده. اعتقد يعني كادب وككابلات وكتشيكات عندي فكله سيف وكله تمام. يا رب بس ما كنتش ايه فوتت حاجه من السرعه، ولو فوتت فهتلاقوها في اليوتيوب. جميل. فتبقى ايه بقى؟ فتبقى الشوب دروينج. الادابت بيعمل لي الشوب دروينج، وده ميزه مش موجوده في الرام. طب هو ايه الشوب دروينج؟ ولا انا عايز اعرف ايه اصلا؟ انا عايز اعرف مسميات الكابلات وعددهم في اكس وواي، مسافات واطوال الكراسي، ارتفاعاتها، اماكنها، كل الحاجات دي. طيب هنرجع للادبت تاني ومن الايكون الجميله دي نعمل ديسبلاي للتشير هايت، وهنعمل الابروكسيميشن لنيرست 10. لو عملها مرهق بس هعمله بالراحه عشان ما اتضايقش مننا.
مسهل. فخلي بالك طويل في المواضيع دي، بالذات بقى لو بلاطه معقده وكبيره وانت لابك مش مستحمل. ف يعني هات بقى اكل وكل وعيش. طب عقبال ما يطلعها بس نفتح نظهر كابلاتكس. طيب حلو قوي، واطلعها بالشكل ده ونفس الكلام للواي. طب ايه بقى يا باشمهندس الكلام ده؟ ايه اس ايه التعويذ دي؟ هقول لك ان دي ارتفاعات الكراسي اللي محققه لي البروفايل بتاعي. طبعا هنعمل اكسبورت ليها على الكاد، هنفتح الكاد ونشوف الكلام ده للاكس والواي. شايفين الجمال يبقى طالعه عامله ازاي وكلها عليها واحده. مفيش حد، خلينا متفقين، مفيش حد عاقل بيسلم اللوحه كده او بيعرف ينفذها كده او العامل بيشوفها اصلا. جميل. طب بنعمل شويه ايديتنج بسيط في الكاد ونفصل كل مجموعه وهنشوف. يعني في اليوتيوب كانت في موضوع بسيط بتاع الفصل ده ما فيهوش حاجه، بس في النهايه هيبقى شكلها المنظر ده. هو البلاطه دي الايدج مختلف بس شويه، بس عادي يعني مش ده الهدف. الهدف اللي احنا عايزين نقرا بقى ونفهم ايه الحاجات دي، ايه الحاجات دي. تعال اقول لك، عايز بس اقول برضو ان دي مش اشتريت اخراج ثابته. والله انت حر، عايز تغير في الشكل اي حاجه، فانت في الاوتوكاد بقى عيش مع نفسك. انت هتعرف بس تفصل كل حاجه وتعيش مع نفسك. يعني في الفيديو كنت فاصل كل حاجه مع بعضها، وانت عايز بقى تشكلها تخرجها بشكل تاني براحتك. بس اهم حاجه انا برقم الكابلات. جميل. والتقسيطات ما بين الكابلات اهم حاجه عشان التنفيذ، وعلامة اللايف وعلامة الديد. جميل. ده انت عشان تبقى فاهم اللوحة ايه اللي فيها. الخطوط دي اللي هي الكراسي نفسها. طيب ايه الارقام دي؟ ده الارتفاع كرسي 4 سنتي 7 سنتي عند الاعمدة عالي، في النص واطي بس مفيش كلام ده، في حاجات بس مش مظبوطة هنا. لو رجعنا هنا بس اعتقد مش واضحه، بس هنخليها واضحه. اهي 40 50 و90 عند العمود 200. عايزك تتخيل كده. عايز ارسم. فين الكلام ده؟ طب خلاص مش عايز ارسم خلاص. تخيل شكل البروفايل. لا انا لازم ارسم. أحسن كانت موجودة هنا. طب ما علينا. عايزك تتخيل العمود ده للعمود ده، فالمومنت النيجاتيف فوق نازل 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 وطالع. فنازل نازل نازل دي يعني 4 5 ولسه خارج 9 و15 وجاي من العالي. فده اللي هيحقق لي البروفايل بتاعي. وارجع واقول هنشوف الكلام ده في التنفيذ، والموضوع هيبقى مختلف. يعني في كتير كان بيتكلم على التنفيذ اللي هو والله ستيبس 1 2 3 وهنعمل كذا وكذا وكذا، بس الكلام الورق ده انا ما بحبوش. يعني ما اعرفش انت ممكن تكون حابه، انا عايز اشوف حاجه بعيني. فاحنا شفنا كام صوره بس في المره دي، بس المره الجايه الموضوع هيفرق جدا. هتحس الموضوع لما تشوف السقف هتقول والله انا فهمت اللي بيطلع ده ايه والكابل ده ايه وده معناه ايه، وكل حاجه هتبقى واضحه معاك. جميل. طيب احنا فهمنا ده طب ايه المسافات؟ طيب هو الديفولت بيبقى 1 متر بين الكرسي والتاني عشان كده مش مكتوب. طب اللي مكتوب بقى هو ده اللي مش ديفولت، يعني الارقام اللي هي مش 1 متر. جميل. سيبك من دي، خلينا في دي بس، سيبك من الارقام الكراسي. هات المسافات اهي، الكراسي نفسها والله عند الشيل وول هي عاليه لسه يعتبر عالي، وبعدين بعدها نزلنا شويه جيت عند العمود عليت. كل ده تخيل شكل المومنت في دماغك. ماشي.
طب ايه بقى الدوائر ده والمربعات؟ واحنا هنلعب بقى ولا ايه؟ المربعات دي يعني 4 ستراند، اتنين ده دايره دي يعني 2 ستراند، في المربع بس معمول له هاتشنج ده بيبقى 5. طيب يعني اللوحه ايه قدامك انت؟ هتطور مش هتطور، انت فهمت خلاص ايه ايه كل سيمبل بيدل على ايه، لايف والديد، عدد ستراندات، كراسي، مسافات، وتقسيطات. فالدنيا واضحة خلاص يعني، دي اللوحة بتطلع، انت فهمت كل حاجة فيها. نرجع لموضوعنا، هو احنا خلصنا از ريفرنس اتكلمت فيها او خدت منها كانت دكتور ساره صقر، دكتور عادل عطار اللي درس لي اصلا مادة الكباري في كلية هندسة جامعة القاهرة يعني، وكود. فاللي حابب يعرف مادة علمية اكتر، انا في جروب للبوست تنشن كنت عامله نزل فيه الداتا دي، وعليه لينك اليوتيوب للفيديوهات اللي انا قلت عليها اللي انا عاملها. في طبعا ناس كتير عامله، وزي ما قلت لو عايز انت تتعلم رام اصلا ما بتحبش الادب فلك مطلق الحريه. المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الحصر والموقع والفيديوهات والستريسنج والجراوتنج ان شاء الله يعني. دي اللي انت عايز كل الداتا عايز توصل لها فقدامك. اتمنى بس الداتا تكون واضحه وفهمنا في المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله. بس شكرا، ولا عنده اسئله بقى؟ جزاكم الله خير شمس محمد. يا ريت لو حد عنده سؤال يعمل بس راس هاند. هو في سؤال بيسال اسم البرنامج اللي بيستخدم في تصميم القمر. هو في برامج تانية بس هو الادب عادي بس بيصمم كاميرا والرام اعتقد برضه. تمام، في اي اسئله؟ طب مش استاذ محمود تفضل. شو صح احمد؟ تفضل. الحمد لله تمام، سعادتك. كل حضرتك احنا عندنا في المشروع كاميرات فريمات يعني صوت الجهاز. فهو الاستشاري جايب لنا التصميم عباره عن سنتر لاين البارابولا بتاع الستريس بتاع الشغل بالستريس ده يعني، وعدد مثلا 50 كيبل ستراند واير 50 ستراند مثلا يعني. فهو يعتبر كده التصميم ناقص يعني، ولا هو مطلوب مني ان انا اعمل انا كمقاول مثلا اعمل اقسط واشوف عدد الضغطات، ولا ايه راي حضرتك يعني؟ والله يعني مثلا لو عندي فريم، هو الطبيعي ان الفريم مثلا فيه كاميرا سي احط فيها الكابلات بتاعتي على ليفلين يعني، كابلات اتنين مثلا سي فوق بعض. فيعني هو المفروض يبقى المسافات دي تبقى عندي يعني، الكابل ده ارتفاعه منين لفين والمسافه بينه وبين التاني فين وهكذا. هو يعني للاسف يعني مش جايب لعدد ضغطات قد ايه ولا الرتبه بتاعتها مثلا اللي هي 12 ولا 9 مثلا 12 او 9 اللي هو العدد الواير المطلوب المفروض يعني اللي هو مصمم على اساسه. وطبعا طبعا لازم يطلع كل الديتيلز دي وكم والحاجات دي يعني، المفروض حاجه ترجع له تاني ويكون يعني، يا ريت اصلا يبقى رسم مثلا سايد فيو، وده اللي هيوضح بالذات في الكاميرا ان الكابل ده مثلا مسافه بينه وبين الايدج، بينه وبين التاني كابل التاني وهكذا يعني. هو احنا الشركات اللي اتعاقدنا معاها فشركات البريستريز يعني، ف هم ممكن يقوم بالدور ده اللي هم يصمموا عدد الكابلات زي الطريقه اللي حضرتك شرحتها دي، صح؟ مش محتاجه احمال او اي حاجه. ما فهمتش حضرتك، قول لي تاني كده. ايه؟ يعني مثلا مش محتاج
مش محتاج مثلا لوحه احمال من الاستشاري؟ لا طب ما طبعا على اساس هيصمم يعني. طبعا طبعا في حته لما اجي انا هي مثلا عارف هو انا يعني ان هو عشان يطلع عدد الكابلات ده عدد الضغطات المطلوب والقوه اللي هتمشي فيها محتاج لوحه الاحمال من الاستشاري عشان يعني يعمل يقسط الضغطات تاني ويعمل يرسمها تاني على الوضع الطبيعي. هو الطبيعي اصلا لما اجي انا على اي برنامج بيبقى فيه لودنج بلان. لودنج بلان ده مثلا بيقول لي المنطقه دي هتاخد لود قد ايه، المنطقه دي هتاخد لود قد ايه، واللودنج بلان ده بيعمل له ابروف وبناء عليه انا بصمم على الاحمال دي. لكن يعني انا في حاله حضرتك يعني هو هيك المقاول وهو في مكتب صمم، فالمفروض اللي صمم ده يكون كل الديتيلز دي مطلعها مفروض يعني. بس تمام ممكن نرجع لحضرتك يعني في النص كده بعد اذن حضرتك يعني. اكيد اتفضل خبره يعني. باشمهندس احمد السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا باشمهندس كان ليا استفسار. لو انا عندي المسقط الافقي للبلاطه على شكل مثلا قوس من دايره او يعني حضرتك فاهم قصدي يعني وش اكس وواي، هل بقدر اطبق الكلام ده في على الادابت والرام وازاي برسم الكابلات في الحاله دي؟ طبعا في يعني مثلا كان على الادابت لو قديم شويه الفيرجن فانت بترسم ايه الكيرف ده على كذا جزء على سيجمنت يعني. ف يعني من الموديلنج نفسه على الكاد سي، فانت محتاج تظبطها في الكاد طبعا، ترسم الكيرفات دي اللي هتمشي عليها بس اللي يحكمك حته سيجمنت يعني، من العمود ده للعمود ده هيبقى السيجمنت وهكذا من العمود الثاني. وفتيجي في الادابت هتمشي بقى ايه على السيجمنت اللي انت عاملها من الكاد، كانت بتتعمل عادي. والرام اعتقد برضو، وفي في الفيرجنز العاليه اعتقد 18 والكلام ده هو بيعمل الكيرف دي اصلا يعني، مش محتاج تعمل سيجمنت. يعني في الفيرجن الاعلى من داخل البرنامج ممكن ارسم على طول التندوم على شكل كيرف في البلان، لكن الفيرجن القديمه بضطر ان انا السيجمنت دي بيبقى طولها قد ايه تقريبا يا شانس، ولا عشان برضو يحقق نفس يبقى قريب من الكيرف يعني؟ والله يعني مثلا ولا لا يعني هو مثلا عندي من عمود لعمود هو ده يعتبر السيجمنت بتاعتي يعني، بوقف عند السبورت. مش شرط يعني، مش شرط برضه يعني حسب انت رؤيه حضرتك، بس هو ده يعني انا عملتها قبل كده كانت كده يعني. طيب تمام شكرا لحضرتك. مش العفو. شو سعد تفضل. شو سعد السلام عليكم. السلام. انا باشمهندس محمد. ازي حضرتك؟ بنشكر حضرتك على المحاضره دي، بس هي كانت سريعه قوي. كنا عاوزين يعني محاضره كمان ان شاء الله عشان تبقى يعني انا عارف بس ان شاء الله في محاضره ثانيه، في محاضره جايه ان شاء الله. في فرق سرعات ما بين السرعه بتاعت حضرتك وما بين الفهم بتاعنا. والله يعني انا حاولت يعني الم الموضوع كله واشرح النقط الرئيسيه، وفي تكمله ان شاء الله للاسبوع الجاي. هو السؤال حضرتك، هو انت حضرتك بتفترض الاول المسافه بين الاستراندات افتراض معين، وبعدين بعد التصميم بيظهر ان ده سفيشنت ولا لا؟ ولا قصدك على الادب؟ المسافه بين الاستراندات بتبقى قد ايه؟ تمام يعني انا الشرط بتاع 6 تي اس ده والواحد ونص لازم اكون محققه يعني. مثلا لو انا لو هستخدم بلاطه 26 ف6 تي اس دي هتعمل 26 ده تكنس. تمام. ف6 تي اس دي هتبقى ازيد عن 1 ونص، فانا هستخدم 1 ونص وهبدا 1 ونص متر ولا 1 ونص ايه؟ 1 ونص متر من الكابلات. هبدا 1 ونص والله يعني كبدايه، وعامل واشوف هل ده سيف ولا لا، هل محتاج بقى ازود كابلات ما بينهم او مش شرط 1 ونص. في اماكن مثلا نخلي مسافه من الكابلات اقل
بس ده لو انا بقى بعمل رن وفي حتت عايز اسيفها. بس الديفولت على افتراض ان الكابلات 15.7 من 10 مش هتفرق ولا... مش هتفرق دي ملهاش علاقه. يعني عدد الكابلات او المسافه بين الكابلات ملوش علاقه بالقطر بتاع الكابل وعدد الاستراندات اللي فيه. لا يعني انا دلوقتي هستخدم عدد اي عدد ستاند انا عايزه والديامتر والاريا اللي انا عايزها. في عندنا 7 وفي 5 وفي بالظبط الديامتر ديامتر 15 نص انش مثلا ولا قد ايه؟ الديامتر بتاع الستراند نفسه لو في 15 وال 12 اللي شفناه. بس هو يعني في نقطه بس انا بثبت بيها لو الخصائص ال 15 هو النوع الديامتر هو اللي هيبقى يعني ثابت في المشروع كله، ولكن اللي هيبقى مختلف عدد الاستراندات. لو عايز بقى استخدم 2 4 و5 اللي انا عايز يعني وحسب الانكورز اللي عندي المستخدمه. يعني النقطه انا بثبت الاول الدايمتر بتاع الاستراند وبعدين بغير المسافات. بالظبط بغيرها لو عايز اسيف مناطق معينه، او انا يعني ببدا بكرايتيريا ثابته 1.5 سي او اي رقم، مش واحد ونص دي مش ثابته. وبحطها في الموديل واشوف بقى في اماكن عايز ازود فيها كابلات في النص، او مش عايز كده ازود اصلا استراندات كانت 2 اخليها 5 اخليها 4 كده. يعني ال 1.5 دي بتسيف على معظم البلاطه الا في حتت معينه يعني وحسب بقى حسب الريجن دي فيها احمال ايه من لودنج بلان وايه ظروفها والسلاب ايدج عامله ازاي، يعني تفرق في الحاجات دي. وهل في مينيمم رينفورسمنت بتحطه مع الاستراندات؟ طبعا يعني شبكه سفليه وعلويه اللي الكود كان قايل عليها. يعني مثلا بتبقى سي 12 مللي ولا كام؟ لا هو الديفولت لما نحطه اللي هو 3 اللي هو فاي 10 كل 300. فاي 10 كل 300 بس ده للكود المصري. تمام ده للكود المصري بس. طيب السؤال الثاني بقى، في سليفز بتتحط للاستراندات ولا هو الاستراند بيتحط كده ما انه الخرسانة على طول؟ لا في ضغطات اللي احنا قلناها في الاول اللي هو بيخش فيها الضغطات اللي بيخش فيها الاستراند. ودي بتتحقن في الاخر لو انا تمام. لو انا الجراوت يعني. بالظبط. طب في حاجه ثانيه برضو، القوه الفورس اللي انا بشد بيها الاستراند بقى بالجاكات في بتبقى الفورس دي قد ايه؟ يعني لو ال 15 اللي اتكلمنا عليها دي الالتيميت بتاعها اللي هو 265 كيلو نيوتن، فانا بشد ب 75% فاللي هو هيبقى حوالي 198 كيلو نيوتن اللي هو 19 طن، فده لكل ستراند. ده 75% من الايه؟ من الالت. تمام. وبعد قد ايه؟ بعد كام يوم من الصب بعد بشد؟ والله يعني ممكن 5 ايام لما الخرسانه تجيب 75% ممكن اشد 75% حسب بقى الاضافات اللي انا بضيفها يعني. تمام. احنا عاوزين برضو مثال حي. انت حضرتك لما خلصت المثال بقيت تجري الشاشه او ما خدناش بالنا من المسافات، يعني ما كنا عاوزينك توقف شويه عشان ايه نقرا المسافات بين الاستراندات او الداتا اللي طلعت يعني. هعيد الحته دي يعني وهجيبها اصلا في سقف موجود، يعني انا مصوره فيديو وده هيبان اكتر. الكلام ده كله عاوزين سقف يعني كيس ستادي كده محلول، مثال محلول والمسافه طلعت كام والتقسيط شكله ايه على الكاد حتى، يعني مش لازم صور. تمام انا هوضحها هنعيدها تاني على اللاب وهتبان اكتر في لايف بقى على سقف على سقف نفسه. مش صور فيديوهات كمان يعني تبقى واضحه احسن. لا صور لايف بيبين كمان ازاي بيشد وكده. دي مراحل اخيره ان شاء الله يعني هجيب الحاجات دي. ولو في منور بنتصرف ازاي او سلم يعني برضو الفتحات اللي بتبقى في السقف. تمام متوضحه يعني المره الجايه بقى عشان ما نثقلش على حضرتك. لا تمام انا كده يعني موجوده في الفيديو ان شاء الله. ماشي. اصل الناس البراكتيكال او اللي هم بينفذوا بقى بيبقى عاوزين يتخيلوا اكيد طبعا هو كل الكلام ده اللي يعني اللي هيبينه ويوضحه اكتر هو التصميم التنفيذ، يعني لما نشوف فيديو هيفرق. تمام هيفرق جدا.
تمام يا فندم. يبقى الحاجات دي بقى كلها اللي اثرناها ان شاء الله المره الجايه، التعامل مع الفتحات، ازاي بنشد، ازاي بنعمل الجراوت، الكلام ده كله باذن الله نشوفه ايوه ان شاء برضو الله، لايف يعني ان شاء الله. ان شاء الله هنشوف. والف الف شكر يا دكتور محمد، العفو عليك. وتشكرين للمهندس عمر على اتاحه الفرصه، واسفين على الازعاج. لا لا العفو، ربنا يخليك. الف شكر، الف شكر لحضرتك. باشمهندس عمار، باشمهندس عمار، باشمهندس عمار اتفضل. هو في المهندس محمد منزل فورم، ريت نختم ليها على اساس دي اللي هتبقى على اساس الشهاده، وان شاء الله في محاضره ثانيه برضو يوم 28. الله. باشمهندس عمار اتفضل.